مرحبا اصدقائي، معكم ياسين. كما رجعت لكم مقطع جديد، وبدل المقطع جبت لكم 10 تصاميم مضحك من تاون هول 8 للتاون هول 12. يعني عندنا تصميمين لكل تاون هول بهذا الفيديو يا اساطير، فبيطلع بالاخير يعني عندنا 10 مخططات، وهو عدد كتير حلو ومنيح لمخططات يعني هيك بتهتم انه والله بالتصميمات الجميله، مو حرب او كذا او حفظ موارد. فلكن حبيت هاي الفكره انا وقلت ليش لحتى مشاركه معكم. لا تنسى انه رابط نسخ بتلاقيه تحت بالوصف، اي مخطط بيجيبك منين بس بس رابط نسخ تبعه، وبالنسخ عندك لعبة كلاش اوف كلانز بدون اي مشاكل ان شاء الله. ويلا خليكم مع المقطع. كما كنت شايفين يا اساطير، خلونا نبلش بالتاون هول 8 كونها هي اضعف تاون هول موجودة معنا بالقائمة. وهون عندنا كمان تصميم اول شيء لبايك يعني او موتور او دراجة نارية كمان، مثل ما كنت شايفين كتير زبط التصميم بصراحة وحلو. وصاير يعني الموضوع صعب لانه مثل بتعرفوا بالتاون هول 8 يعني عدد القطع يا صديقي تبعت السور كتير قليل، لحتى انك تعمل شيء صعب مثلا مثل دراجة نارية اللي هي بدها كتير قطع حتى تقدر تعملها بالشكل الصحيح. ومع هيك مزبطينها بصراحة كتير وطلعة كتير حلوة، يعني مع انه كتير عدد السور قليل مثل ما قلت لكم بالتاون هول 8، والسر حتنصدموا بس تشوفوا هاي الرسمة التانية غوالي بالمخطط رقم 2 مثل ما كنت شايفين، وهذه كمان للتاون هول ليفل 8. ولاحظوا ليش شكل السيارة اللي كتير حلو مثل سيارات السباق، وحتى يعني عاملينها تماما صح، مو مروحين ولا قطعة سور. فبصراحة كتير شيء عجيب انه يعملوا هيك تصاميم حلوة بالتاون هول ليفل 8. وهون عنا بالمخطط رقم 3 بنبلش بالتاون هول ليفل 9، ومثل ما كنت شايفين هون عنا صندوق ثلاثي الابعاد يا اساطير. انت لما بتطلع هيك هذا الصندوق، انت لازم تشوف يا صديقي اذا ما تطلع على جنب الجانب هذا الجانبي وكمان هذا، وعندك هون الجانب الفوقاني الجانب الورا بيكونوا مخفيات لك، فمبين يعني بالنتيجة النهائية كأنه صندوق ثلاثي الابعاد وانت ما تطلع له من هاي الناحية المعينة وما انك شايف بقية الشغلات، فمبين كتير واقعي بصراحة وحلو يعني هيك مثل رسمة هندسية. فلك زبط كتير معي، وكمان حلو كيف حاطين الموارد، يعني في هون مثلا عندك الاكسير الاسود والزهري وهنيك الذهب. عجبتني كمان هالحركة انا انه فاصلين بناتي، فلك عجبتني كتير الفكرة. وهون عنا شجرة الكريسماس مثل ما كنت شايفين، هي معروفة وفي كمان لها تصاميم كتير، بس عجبني هذا التصميم لأنه في نجمة بالأخير فوق مثل ما كنت شايفين. يعني سور التاون هول ليفل 9 بصراحة حلو لأنه بيضوي، ومثل ما كنت شايفين كتير طالع زابط مع هذه الشجرة، خصيصا يعني بخلفية أرض الحرب كونها نارية وهي السور ما يضوي، فطلع التصميم روعة بصراحة. ولاحظوا لي كيف مستغلين كل قطعة، إن التصميم كتير يعتبر كبير، بس إذا بتنتبهوا أنتو تركين هوني فراغات بسيطة كتير مثل ما كنا شايفين مشان يكفي السور، وكمان مشان يطلع التصميم حلو وما يكون فيه كتير عشقة بقطع السور، فطلع معنا بالاخير شيء كتير كويس. تصميم رقم 50 مثل ما كنا شايفين للتاون هول ليفل 10، وهوني عنا تصميم للكلب مثل ما كنا شايفين، يعني هوني عنا يا غبالي عاملين عيون الكلب بهذا الكوخ العامل، فكتير طلع بصراحة حلو انه انصدمت اول ما شفته انه زابط معي بهالشكل، هون مثل عظمة كله عند تمه للكلب، فطلع كتير شيء حلو يعني. ومثل ما كنت شايفين انفه حاطين مخزن كسير الظلام. رقم 6 مثل ما كنت شايفين للتاون هول ليفل 10 ملعب كرة قدم، مين بيعرف يعني هالتصميم هذا، معروف كتير وحلو وزابط كتير معي كمان مثل ما كنت شايفين. هون الحارس وهون منتصف الملعب، وكتير حلو لانه في معسكرات الجيش بمنتصف الملعب، فلك يعني هي شغله كتير حلوه. والاحلى من هيك انه الملكي والملك كمان صارين حراس، ففريق للملك وفريق للملكي يعني هيك ما يحاولوا يوصلوا لك الفكره، وهي شيء كتير حلو. وبقيت بقى الدفاعات وهيك يعني صار على الاطراف وهيك، مو مدخلين شيء ضمن هذا الملعب، فواضح كتير هو صاير وحلو كتير. مخطط رقم 7 مثل ما كنت شايفين يا اساطير، هون عنا تصميم لقلعة
يعني هذا التصميم كتير فكرته حلوة بصراحة، لأنه مثل ما كنا شايفين صار ثلاثي الأبعاد مثل الصندوق الثلاثي الأبعاد اللي شفناه يعني، بس الفكرة إنه هذا التصميم لقلعة، فصاير هسه الموضوع أحلى وأحلى. بس كمان بدك تاون هول 11 لتعمله، لأنه يا صديقي التاون هول 11 يعني فيها عدد سور أكثر بكثير، ولكن أنت قادر تعمل هيك تصاميم حلوة ومميزة مثل ما أنك شايف. هذا يعتبر القلابات هم مثل كأنه جسر خشبي بتوقع وهيك، وطلع القلعة يعني هاي الأبراج بالقلعة، فمثل ما أنك شايف صار كتير تصميم حلو بصراحة. والقلعة ككل يعني زرطة، ممكن هاي تكون كنوافذ وممكن هاي بوابة، والله بتوقع صار أكتر من إنها تكون جسر يعني. ولكن مثل ما كنت شايفين هاي لأنه كله المجسم يعتبر للقلعة ككل يعني، فلهيك أنا بقول إن هذه بجوز تكون بوابة وهي نوافذ للقلعة. وهون عندك الأبراج ومحل كل برج في إكسبو، وهي شيء كتير حلو وبصراحة يعني التصميم ما إنه سيء للدفاع يعني، كتير هو أكيد ما إنه منيح بالمرة إنه، بس بنفس الوقت ما إنه سيء، لأن الفكرة إنه حاطين لك كتير يعني هون دفاعات، وهن بجوز ما كاسبين هالحركة أساسا، بس عملت هالشغلة التصميم فعلا شوي قوي. تصميم رقم 8 عندنا تصميم الحصان، مثل ما كنتم شايفين كتير زابط وحلو بصراحة، وعاملين كمان عيون الحصان بأكواخ العمل، وأنا لاحظت إنه ما يعملوا هالشغل كتير بالعيون، ما يستخدموا أكواخ العمل يا صديقي، وهي الشيء بصراحة كتير حلو، طالع المجسم كتير كتير حلو يعني، مستغلين كل قطعة سور. هوني عنا بالمخطط رقم 9، وهو أول مخطط للتاون هول ليفل 12، الهوج رايدر، مين بيعرفه للهوج رايدر، وهيك ناتت مثل ما كنت شايفين، وهوني الخنزير تحت كمان، فكتير هذا التصميم حلو مثل ما كنا ملاحظين. هوني عنده المطرقة تبعيته، فالتصميم كتير زبط بصراحة، كتير بده عدد قطع السور، فلهيك يعني عملوه بالتاون هول ليفل 12 وطلع كتير حلو، ما عملوه بالتاون هولات الصغيرة لأنه رح يكون عملته بالتاون هولات الصغيرة كتير صعب. اخر مخطط مضحك معنا لفيديو اليوم، واللي هو مثل ما كنتم شايفين للتنين، وكتير حلو بصراحه لانه التنين صاير مبين كانه ما ينفخ على القريه باكملها او على المباني باكملها، وهو هيك طاير على جنب، وحاطين له كمان فخ الاعصار عند عين التنين، وهي شيء كتير حلو عجبني، ومستغلين كل قطع السور لحتى يعملوا هالتصميم، وبصراحه طلع بالنهايه شيء كتير حلو وزيبت التنين ككل يعني. وهي كانت المخططات المضحكة معنا لفيديو اليوم. عنا نحنا بالقناة كتير مخططات، إن كان لحفظ الموارد أو للحرب، فأنت فيك يا صديقي تشوف القناة إذا بدك مخططات قوية، وإذا بدك مخططات مضحكة هي عملنا هون، وكمان عنا مخططات مضحكة إسا بالقناة أكتر بكتير من هذوني. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، إذا عجبكم الفيديو حطونا لايك، اشتركوا بالقناة، كمان لا تنسوا تفعل زر الجرس. كان معكم ياسين جيمر، مع السلامة.